اهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه معماري. انا احمد علي، والنهارده قلت اعمل لكم فيلوج سريع كده علشان اتكلم معاكم في موضوع بصراحه ما قدرتش استنى لما اروح الاستوديو علشان احضر له حلقه، وهو الجيتد كوميونيتيز او الكومباوندز اللي بقت موجوده في كل حته دلوقتي في الشارع. انا لسه من شويه كنت سايق في التجمع الخامس وماشي في الشارع، مش شايف حواليا غير اسوار بس، كل 10 عمارات جنب بعض عاملين سور حواليهم وعاملين بوابتين وجايبين فردين امن وبيقولوا على نفسهم كومباوند، ومحدش بيدخل المكان ده غير الناس اللي ساكنين جوه، واي حد جاي يزورهم لازم ياخد تصريح. فجأة بقى التجمع الخامس كله عبارة عن كومباوندز موجودة جنب بعضها. طبعا دي كارثة محدش مستوعبها دلوقتي، كارثة على المجتمع وعلى شكل العمارة في المدن. طبعا الفكرة دي لجأت ليها الشركات العقارية في 10 سنين الأخيرة علشان تبيع لك فكرة الأمان والخصوصية اللي هتلاقيهم جوه الكومباوند. واعتقد اللي ساعد على انتشار الفكرة اكتر واكتر هي ظروف البلد الامنية من بعد 2011. بس خلينا نفكر بشكل تاني، دلوقتي حضرتك اشتريت شقة جوه الكومباوند وبقى عندك مساحة كافية من الخصوصية والامان، بس هل حضرتك هتعيش عمرك كله جوه الكومباوند؟ مش هتخرج، ما عندكش شغل، ولادك ما عندهمش مدارس، طبعا هيضطروا انهم يخرجوا جوه الكومباوند ويمشوا في شوارع المدينة اللي بقت دلوقتي فاضية وما فيهاش اي نشاطات، دي ما بقاش فيها حد اصلا، حتى الإضاءة موجودة فيها بالعافية. هل انتوا بالشكل ده مش معرضين لخطر حقيقي بره الكومباوند؟ يعني احنا هنقضي حياتنا جواها جوه الكومباوندز وما نخرجش بره؟ يعني انا فاكر زمان ما كانش في حاجة اسمها مولات، وكانت خروجاتنا كلها بتنحصر على الشارع، ننزل وسط البلد، جاردن سيتي، الزمالك، المعادي، ننزل نتمشى في الشارع، نقعد على قهاوي، نشتري من محلات موجودة هناك، كنا ساعتها بنستمتع بالمدينة. شوف دلوقتي الموضوع ما بقاش موجود، ما بقاش في شوارع، الشوارع كلها بقت فاضية عبارة عن أسوار وبس، ما بقاش فيها حد موجود، وعامل الامان بقى شبه منعدم، سهل جدا ان حد يوقفك ويسرقك من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه. انا محتاج اعرف رايكم في الموضوع ده، يعني انت دلوقتي لو عايز تشتري شقه، هل بتفضل ان هي تكون جوه كومباوند ولا تكون شقه عاديه؟ ولو هتختار انها تكون جوه كومباوند، عايز اعرف الاسباب اللي خلتك تختار الاختيار ده. مستني اعرف ارائكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.